السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. سلسلة من الاضطرابات الجوية تتوالى على المناطق الشمالية، أمطار كذلك ثلوج على المرتفعات الداخلية، حتى مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت تنبيه من المستوى الثاني عن تساقط كميات معتبرة من الأمطار على الواجهة الغربية وكذلك الوسطى والشرقية. على الواجهة الغربية تتراوح ما بين 20 إلى غاية 40 ملم، وهذا على السواحل حتى على المرتفعات الداخلية القرب الساحلية، كذلك على المناطق الوسطى والشرقية بكميات إن شاء الله تتراوح ما بين 30 إلى 40 ملم، أحيانا 50 ملم. صلاحية النشرة من ظهيرة اليوم وإلى غاية يوم الغد، صبيحة الغد على الواجهة الغربية، لكن على المناطق الوسطى والشرقية منتصف نهار الغد على الأقل. كذلك تنبيه من المستوى الثاني عن تساقط كميات معتبرة من الثلوج بسمك يتراوح ما بين 20 إلى أقول ما بين 10 سنتيمتر إلى غاية 20 سنتيمتر، وهذا الواجهة الداخلية الوسطى والشرقية. إذن على كل من أقول تسم السلت، المدية، البليدة، بومرداس، كذلك تيزي وزو، أيضا على عين دفلة، بجاية، سكيكدا، حتى على جيجل، وأيضا عنابة، طارف، على المرتفعات الداخلية الشرقية، على كل من برج بوعري ريج، سطيف، قسنطينة، قلمة، ميلة، حتى على أم البواقي، خنشلة، وسوق هرس، وتبسة. إذا ثلوج بحول الله ستتواصل في التساقط من ظهيرة اليوم وإلى غاية يوم الغد على الأقل إن شاء الله. دائما هبوب رياح قوية على الواجهة الساحلية الوسطى والشرقية تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة. الأمطار كما قلت ستلتحق على الواجهة الغربية، ستزداد غزارة على شكل زخات إن شاء الله خلال الليل وحتى خلال أواخر النهار. سحب ستنتشر على شمال الصحراء ومنطقة الواحات. إذا حذاري طرقات زالقة على المرتفعات الداخلية لتفادي حوادث المرور. أما جنوبا فالأجواء تبقى مستقرة على الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى وكذلك مناطق الجنوب الشرقي إلى غاية أقصى الجنوب. درجات الحرارة فعلا في تراجع، طقس بارد تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة على المرتفعات. ننتظر 5 درجات فقط على البيض، 6 درجات على سطيف، 14 درجة على العاصمة، 17 درجة على غردية وكذلك بشار، 21 درجة على تندوف حتى على الصحراء الوسطى، 29 درجة على أقصى الجنوب. خلال الليل إن شاء الله مع تساقط للثلوج فالطقس بارد، سيخص تقريبا جل المناطق الشمالية خاصة الهضاب. ننتظر 6 درجات دون الصفر على سطيف، 5 درجات دون الصفر على باتنا، درجتين دون الصفر على تيارت، 3 درجات دون الصفر على الجلفة، 4 درجات على العاصمة، نفس المقياس على بشار، درجتين فقط كذلك على بسكرة، 6 درجات على تندوف، نفس المقياس على جانيت، 5 درجات على تنرست حتى على الصحراء الوسطى، 12 درجة على أقصى الجنوب. نظرا دائما لانخفاض الضغط الجوي على حوض المتوسط فالبحر يبقى كثير الاضطراب على السواحل الوسطى وحتى على السواحل الشرقية. رياح معتدلة إلى قوية أحيانا قد تصل 50 كيلومتر في الساعة شرقا وكذلك على السواحل الوسطى، تبقى معتدلة على الواجهة الغربية. وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 6:01، وللتواصل معنا نحو لا تقسم عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة، صحفتكم والسلام عليكم.